أيضا ونحن في المسعى طلب أحد أطفالي أن نذهب به لقضاء الحاجة، فاضطررت أن أخرج به خارج المسعى، ثم بعد ذلك عدت لأكمل سعيي، فما حكم ذلك؟ اشترط لصحة السعي الموالاة بين الأشواط. نعم، فإذا قطع السعي وخرج إلى دورة المياه ثم عاد فإنه يستأنف السعي من جديد، يبدأ من الشوط الأول، لأن الأشواط التي قطعها بطلت بفوات الشوط. لا، ولو قطعها لأداء الصلاة. أما إذا حانت الصلاة وهو في السعي فإنه يصلي في المسعى، يصلي في المسعى ويستأنف الشوط الذي صلى فيه فقط، لا. أما ما قبله من الأشواط فيبني عليه، وإذا صادف وقت الصلاة بعد نهاية شوط كامل يصلي ويبدأ الشوط الذي بعده. أي نعم، لا، ولا يذهب إلى المسجد ما دام أنه في السعي وقيمة الصلاة، يصلي في المسعى. قد يتعذر عليه الصلاة في المسعى بحكم حركة السعاة فيه، السعاة يقفون للصلاة، ما يمشون الصلاة، يصلون كلهم يصلي في مكانه. نعم.